بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا يعني في الجزء بتاع الـ IP Services، وبنتكلم في النات، واتكلمنا عن الـ Basic Net والـ Net Overload، ولسه يعني المفروض إن احنا نكمل. بس طبعا احنا تم توقفنا في السيشن الماضية عن سؤال علي، ايه موضوع الـ IP Virtual Reassembly، وليه بيحضر الكوماند ده لما بنينيبل النات على النات ديفايسز. طبعا يعني ايه Virtual Reassembly؟ Reassemble ايه بالظبط وليه Virtual؟ طبعا عشان نوصل للفول اوفرفيو او الفول اندرستاندينج للموضوع بتاع الفيرشوال ريأسمبلي، احنا محتاجين نتكلم على الاي بي باكيت والاي بي باكيت فريجمنتيشن والاي بي باكيت ريأسمبلي. الموضوع بدايته منين؟ بدايته ان جهاز مثلا هيبعت داتا لجهاز تاني، الداتا اللي طالعه من الجهاز دي الماكسيمم ترانسميشن يونت بتاعتها قد ايه؟ هل هي 1500 وده الديفولت؟ هل هي اكبر؟ هل هي اقل؟ والله لو هي اقل من 1500 خير وبركه، ما فيش اي مشكله، اجهزه النتورك بتاخدها وبتعمل لها فورورد ما بين بعضها البعض، وبيستلمها مثلا راوتر يديها للتاني يديها للتالت لغايه لما توصل للفاينل ديستنيشن. المفروض ان الاي بي باكيت بما يحتوي عليه من الاكشوال داتا والاكسترا هيدر اللي تم اضيفه من خلال الاو اس اي لاير اللي انتوا عارفينها، المفروض ان حجم الاي بي باكيت هنا او الام تي يو كلها 1500. لو هي اقل من 1500 مفيش مشكله عندي. قال لي لو الداتا طالعه بحجم اكبر من 1500 ايه اللي المفروض بيحصل؟ بما ان الانترفيس ليها كاباسيتي، وبنبص على الكاباسيتي هنا من خلال لو جينا فتحنا مثلا اي راوتر، او احنا خلينا يعني هنتعامل مع نرجع تاني للميثود القديمه اللي هو الجينيس 3، لاني الكوماند نفسه مش هيبقى افكتيف معايا قوي، او اللي احنا عايزين نشرحه مش هيبقى افكتيف معايا قوي. خلينا نروح للجينيس 3 معايا، راوتر 1 و2 و3. لما تيجي الراوتر 1 هنا تقول له show IP interface مثلا F01، يقول لك هنا ان ال MTU حجمها كام؟ 1500. حلوة أوي. تعالى بقى نبدا الموضوع واحده واحده. باشمهندس، هذا الديفولت لكل الانترفيسات؟ يس. لاي تايب من انترفيس؟ اولا انا هقول لك بقى، عايزك كده تسترخي خالص، ولو معاك كوبايه شاي تجيبها وتتمزج معايا. اوكي دن. دلوقتي احنا عندنا راوتر 3 1 2. هل الاول طبعا خلينا نعرف بس تبولي ماشي ازاي. هنا عندي شبكه المفروض ان هي يعني برايفت راوتر 1 و3، وفي شبكة هنا ما بين راوتر 1 و2، وفي راوتينج بروتوكول شغال ما بين 1 و2. طيب السؤال دلوقتي لما نيجي ندخل على سي مثلا راوتر 3، هنلاقي نفس الكلام. لو قلنا له شو اي بي انترفيس فاست 01، طبعا هو مش واخد ادرس، ليتس جست بوت ان ادرس ده. Test. OK.
لما نيجي نقول دول شو اي بي انترفيس ف 01 المفروض كذلك المثل 1500 بايت معايا اللي هيطلعوا في حجم الايه الام تي يو. طيب لو انا عايز اغير الام تي يو دي، هو انا ليه هلعب في الام تي يو وليه بعد كده ايه حوار الام تي يو وايه دخلها بالنات وايه دخلها بالفيرتشوال اسمبلي؟ اقول لك واحده واحده والامور هتتوضح. لما نيجي ندخل على الانترفيس فاست 01 ونقول له اي بي ام تي يو، بص كده هنا الـ من كام لكام؟ من 68 ل 1500. يعني انت مش هتقدر تحط اقل من 68، مش هتقدر تحط اكتر من ال 1000 ايه؟ من ال 1500. يعني الماكسيمم هو كاتبها لك وقال لك عليها من زمان قوي وانت بتدرس في ال ان اي والاو اس اي، قال لك ان الماكسيمم ترانسميشن يونت هي 1500. تمام؟ طيب يعني الانتاير اي بي باكيت اللي هيطلع من الانترفيس دي او الداتا اللي هتطلع من الانترفيس دي محطوط لها اي بي وخلاص تم عليها كل العمليات، هي الماكسيمم بتاعها 1500. طيب حلو قوي. احنا كده هنقدر نلعب ما بين ال 68 وال 1500. Actually I think يعني الرقم ده ممكن يبقى متغير من بلاتفورم للتاني، خلينا نشوف. بص كده لو احنا هنيجي نبنج على الادرس ده، من الادرس ده للادرس ده ايه اللي هيحصل؟ تعالى نشوف الباكت نفسها طالعه بكام وحجم الهيدرز اللي جوه بكام والقصه دي ماشيه ازاي وامتى هيحصل الفريجمنتيشن واللي يحصل لو انا قلت له ما تعملش فريجمنتيشن. تعالى نشوف. اول حاجه احنا هنسلط الواير شارك على الانترفيس دي هنا ونشوف ايه اللي هيحصل. I think there is capture. Where is the capture? Yeah, capture. تعال نقول لتلاتة just bing 1 7 2 16 13 1 وريبيت البنجة مرة واحدة. ادي تلاتة طلع بنجة لراوتر 1 وراوتر 1 رد على تلاتة. السؤال بقى حجم الباكت كام؟ اتضاف لها كام؟ تعال نشوف. وعشان نبسط الموضوع خالص لو جينا هنا نقول بينج 13 1 ريبيت سايز، تعال نحط كويشن مارك هنا، قال لك بداية الداتا جرام نفسها، الداتا لما تطلع هيبقى حجمها كام؟ 36. 36 دي الايه؟ الداتا جرام نفسها، الاي بي وما الاي بي والكلام ده هنشوف. لو قلنا له بينج بسايز 36، لما انا احط السايز اللي هتطلع بيه الباكت ب 36، الاي بي هيدر هيبقى حجمه كام؟ الاي سي ام بي هيدر حجمه كام؟ الفريم نفسه بتاع الايثرنت حجمه كام؟ الفريم تشيك سيكونس كام؟ وهيفضل لي ايه من الداتا؟ والمفروض يكمل لي ال 68 اللي احنا اتفقنا عليها ان هي الاقل حاجه. طب يا باشمهندس لو سمحت، شو الفرق بين ال 1500 و 18000 السايز؟ ال 1500 اللي دي حجم الباكيت، اوكي؟ اوكي. والسايز هذا لحظه، ال 1500 دي الماكسيم ترانسميشن يونت بتاع الانترفيس اللي هتقدر ايه تهندله في الترانسميشن. اوكي. والرقم الثاني اللي بتقول عليه ايه؟
الذي هو 18024. يعني تقدر تطلع الداتا بالسايز ده، ولكن في الحالة دي هيحصل فريجمنتيشن. طيب يا باشمهندس، الذي تقريبا الجامب باكيت هي عبارة عن 1518 الماكسيمم. يعني السؤال هي جامبو باكيت ولا جامبو فريم؟ الجامبو فريم هي 1518 صح؟ يعني هذا الماكسيمم فريم. كيف فيني بس تسوي 18024؟ طيب خليني بس يعني خلص بتاعك ده على الهولد لغاية ما نكمل أوكي. ونجي له تاني. اوكي دن اوكي دن. دلوقتي احنا هنحط السايز كام زي ما اتفقنا؟ 36. طيب انا معايا هنا داتا نوت باد، هنا الام تي يو هنقول ان هي 36. الاي بي هيدر بياخد 20، والاي سي ام بي هيدر بياخد 8، والايثرنت فريم هياخد 14. 14 ليه الايثرنت فريم؟ لو انا عندي في صوره هنا كده مجهزها لك، الفريم الديستنيشن ماك والسورس ماك ده 6 بايت وده 6 بايت، واللينث بتاع الفريم 2 بايت، يبقى كام؟ 14. وعندي ال FCS الفريم تشيك سيكونس واخد 4، يبقى كده كام؟ 18. يبقى لو رجعت تاني هنا يبقى IP header 20، ICMP header 8، والفريم دي الحاجات اللي هتضاف. طيب يظل ده ايه؟ مجهول. هنا كام دول؟ 20، 28، 32، 42 و46، صح كده؟ تعالى نقول ان احنا هنخلي السايز 36 وين بينج. طيب لما نيجي نخش على الكابتشر، بص كده هنخش جوه، هو شايف الباكت بحجم كام هنا؟ 60. طب انا طلعت البنجة بكام؟ 36. مش كده؟ طيب تعال نشوف، طلعت البنجة بسايز 36. الاكشوال داتا هنا بتاعت اللي تم ارسالها حجمها كام؟ 8 بايت، مش كده؟ طيب هناخد الـ8، هنقول ان هنا في ايه؟ في 8، وعندك وعندك 8 اي سي ام بي، يبقى الـ8 دي الداتا نفسها البلوك اوف داتا، والـ8 دي ايه؟ دي الاي سي ام بي هيدر، والـ20 دي ايه؟ الاي بي هيدر، والـ14 دي ايه؟ ها الايثرنت فريم، مش كده؟ طيب وايه كمان المفروض فيه تاني؟ في الاف سي اس اللي هو 4 هنا، الحجم كام؟ اجمع دول كده، أربعة وخمسين. ثمانية زائد ثمانية زائد عشرين زائد 14 زائد 4. ثمانية زائد ثمانية عشرين زائد 14 زائد 4 زائد كام؟ هذا 50 زائد 4. زود كام؟ لسه فاضل 4 مش كده؟ ايه مع الـ FCS. يبقى كده 54 صح؟ ايه. طيب السؤال هنا، انا عندي كام موجود فوق في البتاع ده؟ 60. خلي بالك بس، انا عايز اقول لك حاجة، ان في هنا الخانة بتاعت في حاجة ما بتظهرش في الكابتشر. لو جينا هنا بصينا يقول لي the ethernet hardware filters the preamble، يعني البريامبل ما بيظهرش معايا في الكابتشر دي براها. It's not given to the Wireshark or any other application. Most Ether interface also either don't supply the FCS to the Wireshark or other application. يبقى خلاص معنى الرغي ده ان البريامبل، يعني ايه بريامبل اصلا؟ يعني زي داتا كده درافت
بتبقى داخله على الانترفيس بحيث تقول للراوتر قوم يلا اصحى في حاجه جايه لك، في فريم جاي لك، في كلام لازم انت تهندله. طيب هنا بعد كده الالاود باكيت في الايثرنت، الايثرنت باكيت with less than the minimum 64 for the ايثرنت باكيت، هنا الهيدر زائد اليوزر دايرة زائد الايه الاف سي اس. احنا عندنا لسه هنشوف الهيدر والاف سي اس are bounded to 64 which means that if they are less than 64 هنا في 14 زائد 4 ال 14 اللي هم دول زائد ال 4 اللي هو ده يبقى كده كام 18 يبقى 18 ناقص ال 64 ناقص ال 64 يبقى يديني كام 46 بايت of user data. The extra padding data is added to the packet. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي احنا هنحط حشو على الايه؟ على الباكت دي بحيث توصل للحجم الايه؟ الطبيعي بتاعها هو ال 64. طيب be aware be aware that the minimum ethernet packet size commonly mentioned at 64 bytes which including the FCS. This can be confusing. خلي بالك النقطة دي اللي أنا عايزك برضو تاخد بالك منها. This can be confusing as the FCS is often not shown by the Wireshark simply because البتاعة دي مش عايزة تمشي. المهم is not shown by the Wireshark simply because the underlying mechanism simply don't supply it. The XX add blah blah blah. يعني ايه؟ يعني بيقول لي ان ال FCS اللي هي ال 4 بايت دي مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى ظاهره معاك في الكابتشر اللي انت فاتحه ده، مش هيظهر لك. طيب يبقى انا دلوقتي المفروض عندي 64 مطروح منهم كام؟ 4 يبقى كام؟ ستين يبقى 60 يبقى ادي الواير شارك موريني كام فوق 60 كان موريني 60 اكشلي اللي هو المينيمم اكشلي في طبعا 4 زياده الواير شارك مش ايه مش جايبهم لي يبقى ده المينيمم. طيب حلو قوي. لو جيت تلاحظ هنا احنا لما جينا حسبنا البتاع ده الداتا كانت ب 8 مش كده؟ والاي سي ام بي هيدر ب 8 والاي بي هيدر ب 20 طلعوا كام دول؟ يبقى والانترنت 14 اي طلعوا 54 بس طبعا احنا قلنا في 4 مش هيظهروا احنا عندنا اللي شايفهم بس ايه كام؟ اللي شايفهم بس 60 صح كده 60 60 طيب يبقى ناقص كام على على ال 60 هنا 6 هنقول لا هنطلع ال هنطلع ال 4 60 ناقص 54 هنطلع ال 4 لان هو يعني 10 اهي ما بيحسب ال صح الاف سي اس ما يحسبها. طيب تعال بص بقى هنشوف الباكت نفسها ايثرنت. بص كده في خانه هنا اسمها الايه البادنج. بادنج دي معناها بالبلدي حشو. ده حشو جبنا كده تراب حطيناه في الباكت لمجرد ان احنا لمجرد ان احنا نحط ايه وزن ونكمله عشان ما يطلعش ناقص. طيب لما ناخد البتاعه دي عايزين نشوف نشوف كام صفر دول. ولاحظ ان هي مكتوبة بالايه البتاعة دي بالهكس بتاع ده مفروش تزوم ولا ايه
تعال نعد الاصفار دي كده، خلي بالك دول هيكسا، يعني الايه الهيكسا الاتنين ببايت، الاتنين ببايت 20-0 يا باشمهندس، 20-0 دول 20 كامل. ايه 20 على الاتنين 10 10. يبقى لو جينا هنا دول هنقول ان دول 20 وكل اتنين كل صفرين يعدوا كام؟ واحد بايت. واحد بايت، يبقى 20 على الاتنين يبقى 10. 10 وانا عندي اصلا كام؟ 10 بايت. وانا عندي اصلا كام في ال صحيح دي؟ كان الباقي 50. 50 و10 و10 60. وهو فعلا اللي قاريها الواير شارك هنا اهو، صحيح 60 ايه؟ 60 بايت كابتشرد. حلو كده، يبقى هو دلوقتي حشى بقيمه كام في الـ في الـ في الـ في, في الباكت دي او في الـ في الايثرنت فريم عشان يوصلها للـ للـ للنورمال بتاعها اللي المفروض تتبعت بيه، زود لها 10. طب هل البادنج ده بيتغير؟ قال لي اه بيتغير، طول ما وصلتش انت للحجم الطبيعي اللي هو ال 64 انا هفضل احط لك حشو. طب انا المره دي حطيت 10، طب تعالى بقى لو احنا زودنا السايز من 36 هنخليه كام مثلا؟ 64 64 لا يعني ارفعه حاجه بسيطه 36 هنخليه 37 او يا سيدي 40. ماشي هنخلي 40. تعال نشوف ماشي حجم الباكت كام. حجم الباكت 60 مش كده؟ ما زال ما اتغيرش اهو، بس هو انا بص البادنج قل شويه. البادنج هنا او الحشو بقى كام؟ عد كده اتنين اربعة ماشي، يعني ستة. ستة بايت. ستة بايت ماشي. هنقول هنا ان شوف ان الداتا نفسها طلعت بكام، البلوك اوف داتا 12، هنجيب البتاعة بتاعتنا 12 وعندي 8 اي سي ام بي هيدر وعندي 20 اي بي هيدر وعندي 14 ايثرنت فريم وفي 4 الواير شارك ما بيشوفهمش، يعني التوتال بتاع دول كام؟ ادي 12 داتا زائد 8 اي سي ام بي هيدر زائد 20 اي بي هيدر زائد 14 54 زائد 4. ما هو الاربعه دي هو اصلا مش قاريها، يعني كانها مش موجوده دلوقتي. اوكي حلو، المفروض 6 الباقين. حلو 6 الباقين مش كده؟ الذي 12 صفر، وهو اوريدي ضاف لل 12 صفر هنا ولا ما ضافهمش؟ ايه 12 صفر از ايه؟ الذي يمثل 6 بايت بادنج. بالظبط كده، از بادنج از حشو، يعني حاجه كده بنكمل بيها. ماشي طيب، امتى هيمشي البادنج ده خالص؟ طب انت دلوقتي لما حطيت السايز بكام هنا ب 40 زود 6، تعال نقول له ان السايز بتاعك يا سيدي 45. حلو كده، ما زلنا بنكمل اهو. تعال نشوف الداتا طلعت بكام، ما زالت ب 60 لكن بص البادنج هنا بكام؟ صفرين، واحد بايت. واحد بايت، ده معناه هنا شوف الداتا طلعت ب 17 مش كده؟ تعال نقول ان ادي الداتا ب 17 17 وفي عندي 8 اي سي ام بي 20 14، يبقى التوتال كام؟ 17 داتا 8 اي سي ام بي 20 اي بي 14 ايثرنت فريم، يديك 59 مش كده؟ وحشو وحشو ب واحد بايت اصفار، واحد بايت اصفار 60. تمام كده،
حلو. طيب لو جيت بعد كده قلت له بنجيلي ب 46، هل في الحالة دي هيحط بادنج؟ تعال نشوف. لا بص على الكابشر، مازال 60، بس هنا بص على الايثر نت فريم، شايف هل في بادنج فاليو؟ مفيش، صح؟ عند ال 46. يبقى انا عندي الداتا البلوك اوف داتا ب 18 و8 و20 و14، حجمهم كام هنا؟ 60. 60 والاربعه بتوع الاف سي اس ما تنساهمش، اللي الواير شارك اصلا ما بيجيبهمش. يبقى ايه؟ 64 بايت. حلوه قوي. السؤال بقى، هل لغايه هنا حصل فريجمنتيشن او الداتا طلعت الراوتر يعني اكبر من الام تي يو اللي المفروض يطلعها؟ لا، هي ما زالت في نطاق الايه؟ الاقل. وطول ما هي اقل من ال 64، اللي هي زي ما قلت لك محصوره ما بين ال 64 والكام؟ اوكي يعني وال 1500. اوكي يعني يا باشمهندس، الام تي يو هذه عباره عن فتحه الراوتر الذي تستقبل منها الباكيت. الترانسميشن الماكسيمم بتاعه يبقى كام؟ الترانسميشن 1500، وهو وطالع كده ومحطوط له الاي بي هيدر والاي سي ام بي هيدر والداتا، 1500 يبقى الماكسيمم بتاعه 1500 بايت. حلو، بالظبط كده 1500 بايت، ده الماكسيمم. ايوه المينيمم، ماكسيمم ايه؟ المينيمم 64. 64 اوكي. بعض الناس بتقول لك ان هو 68 64 it doesn't matter، يعني احنا لو جينا بص صحيح حاليا اللي معانا هنا بيقول لي كان احنا الان حاليا جالسين نلعب في الباكيت، مال الباكيت اللي تخرج من فتحه الراوتر، صح؟ الله يفتح عليك، بالظبط كده. الموضوع خلي بالك هيوسع معانا خطوه بخطوه، معلش. هو المفروض ان الموضوع ده يعني كان المفروض اتكلمنا فيه بعدين، بس بما ان انت يعني استحضرته وان احنا بنشرح النات توبك، بس خلينا ايه نقول الشيء بالشيء يذكر، ما فيش مشكله. يبقى انا عندي هنا كام؟ ادي 64 بايت المينيمم اللي احنا قارينه. anyway هو ليه قال 68 في حته البدايه؟ لاني احيانا بيضيف لك الفيلان تاج لو انت شغال ايثرنت، فبتبقى 64 زائد 4 68. It doesn't matter التفاصيل دي دلوقتي، بس خلينا نقول ان احنا ماشيين ببداية ال 64. لغاية هنا لما بنيجي نبص على الكابتشر مفيش اي حاجة باكت طالعة وترد عليها، ادي ريكويست ادي ريبلاي ب 60. حلو كده؟ طيب لما اجي اقول لك معرفش التسجيل وصل لكام، خلينا نقول ان احنا هنتوقف لغايه هنا. تعالى نعلى بالباكت فوق شويه، بس خليها في فيديو تاني عشان الموضوع ما يبقاش ايه